بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني عمرو وادي ان اكون معكم في اللقاء الثاني من مادة القانون الجنائي مع التعمق للاستاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين. كنا بنتكلم عن الباب الثاني في مدى اتفاق نص المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية مع من حيث مدى تطبيقها بقى الى تفتيش الهاتف المحمول مع الدستور المصري. وزي ما احنا عارفين ان نص المادة 46 كان بينص على انه في الاحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور ضبط القضاء ان يفتشه، اللي هي مبدا اذا جاز القبض جاز التفتيش. وطبعا زي ما احنا عارفين النص ده كان مطلق طبعا، وكان بيترتب على ذلك برضو ان القضاء المصري توسع في تفسير نص الماده 46 طبعا زي ما احنا قلنا، وكان لابد بعد التطور التقني الكبير طبعا على اساسه ان هو يعدل في مدلول الهاتف المحمول والاجهزه الرقميه. ولكن التطور الكبير طبعا جعل الهاتف المحمول زي ما احنا عارفين كان مستودعا للخصوصيه واصبح لا غنى عنه، واصبح ملازم للشخص في كافه الاوقات وكافه الاحوال. وزي ما احنا عارفين ان طبعا التفتيش طبعا بالنسبه للهاتف المحمول كان بيبقى له اثر دقيق شويه على اساس ان هو بيمس بحرمه الحاله الخاصه وبيمس بنص الماده او الفقره الاولى من الماده 57 من الدستور المصري اللي كانت بتنص على ان الحياه الخاصه حرمه وهي مصونه لا تمس، وللمراسلات البريديه والبرقيه والالكترونيه والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفوله ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضاء مسافر ولمده محدده وفي الاحوال التي يبينها القانون. والنص هنا كان صريح في الدستور المصري اللي هو الدستور الصادر في 2014 المعدل لدستور 2012. وزي ما احنا عارفين طبعا ان الدستور هنا كان بينحاز الى حرمه الحياه الخاصه واوجب ان الامر لابد ان هو يصدر من قاضي، وان الامر دوت يكون مسبب زي ما احنا شفنا، ولابد من الاطلاع على وسائل الاتصال او ضبطها او مراقبتها بناء على امر قضاء مسبب ولمده محدده. وزي ما احنا عارفين ان نص الماده 54 من الدستور طبعا في الفقره الاولى كان بينص على ان الحريه الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه ولا تمس، وفيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد الا بامر قضاء مسبب يستلزم التحقيق. وزي ما احنا عارفين ان نص الماده 54 اجاز للمساس بالحريه الشخصيه وذلك في استثناء حاله واحده وهي حاله التلبس، ونص الماده 57 ما نصش على هذا الاستثناء. ولكن برضه ان احنا لو جمعنا بين النصين بيؤدي الى انه في حاله التلبس يجوز القبض على المتهم وتفتيشه، ولا يجوز طبعا تفتيش وسائل الاتصال زي ما احنا قلنا اللي هي موجوده في حوزه المتهم زي هاتفه المحمول او التابلت او السمارت فون، او لا يجوز لمامور ضبط القضاء ان يطلع على محتواها. ومن بين الوسائل طبعا دي زي ما احنا عارفين ان كان الهاتف المحمول، ولو قلنا ان نص الماده 57 طبعا اهدر تلك نص الماده 54، ولكن طبعا هنا لابد ان احنا نطبق او نجمع بين النصين مع بعض، وبتطبيق النصين مع بعض بيصدر عندنا زي ما احنا قلنا حكم بعدم دستورية نص المادة 47 قبل كده اللي احنا اتكلمنا عنه، وكان بيجيز المأمور ضبط القضاء ان هو يفتش المسكن المتهم المأزوم بتفتيشه، واذا كان في حالة من حالات التلبس، وان المحكمة ذات نفسها كانت استندت لنص المادة 44 من دستور 1970 واللي كان بتتطلب صراحة صدور امر قضاء مسبب، وان المحكمه ذات نفسها كانت ميزت بين تفتيش المساكن ودخولها واللي كانت بتتطلب امر من القضاء ولابد ان يكون هذا الامر مسجلا، وان الماده 44 من دستور 1971 كانت بتطبق على اساس ان عدم دستوريه تفتيش الهواتف المحموله في حاله التلبس، وده كان بيتعارض مع نص الماده 57 من الدستور الحالي. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان الاستثناء من تفتيش المساكن ده في حال التلبس كان له عله وكان له سبب لابد من صدور امر قضائي مسبب، وزي ما احنا عارفين ان المساكن ديت او المنازل هي عباره عن مستودع السر للاشخاص، وطبعا زي ما احنا قلنا لابد من توافر سبب لتفتيش الهواتف المحموله. تمام؟ والدكتور بيقول طبعا ان المشرع هنا توسع في
اخذ القضاء في تفسير نص الماده 46 من قانون الادارات الجنائيه، وطبعا كان في تفتيش من غير اي قيد في حاله تلبس، ده كان محل نظر وما بيتفقش مع نصوص قانون الادارات الجنائيه، على اساس ان الماده 50 من قانون الادارات الجنائيه في الفقره الاولى منها كانت بتنص على انه لا يجوز التفتيش الا بالبحث عن الاشياء الخاصه بالجريمه الجاري جمع الاستبدالات او حصول التحقيق بشأنها. وكان النص صريح طبعا في ان التفتيش دوت اللي بيقوم به مامور الضبط القضائي بناء على امر من سلطات التحقيق ذات نفسها يجب ان يكون له هدف، وهو البحث عن الاشياء المراد البحث عنها والاستدلال عن بعض الجرائم. وفي الحاله ديت اذا خرج المامور ضد القضية عن حدود الاختصاص المخول له فيعتبر هنا عمله غير مشروع، زي ما احنا قلنا لابد ان هو يكون دخول المسكن بطريقه مشروعه وتفتيش المسكن بطريقه مشروعه بناء على الامر بالتفتيش، وفي الحاله ديت يجوز له ان هو يقوم بتفتيش الشخص حتى لو كان ان هو صدر امر بالقبض فقط وفقا لاحكام محكمه النقض اللي احنا قلنا عليها. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان نص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه وماده على تفتيش هذه المحموله وغيرها من وسائل الاتصال اللي هي بحوزه المفروض عليها والمشتبه بيه بيتعارض مع نص الماده 57 من الدستور اللي بتستوجب الاطلاع على مامور الضبط القضائي على الاجهزه ورقابتها وضبطها بناء على امر قضائي، ولا بد ان يكون هذا الامر القضائي مسبب من جهات التحقيق زي النيابه العامه او قاضي التحقيق. وهنبدا نتكلم بقى عن الاتجاه الثاني في عالم جواز تفتيش الاجهزه المحموله كاصل القبض، وعندنا وجهه نظر القانون الامريكي والقانون الالماني، والنهارده هنتكلم عن القانون الامريكي وهنرجع الحديث عن القانون الالماني للقاء القادم ان شاء الله باذن الله، وهنتكلم عن احوال القبض على الشخص في القانون الامريكي. وزي ما احنا عارفين ان حالات القبض على المشتبه به في القانون الامريكي كانت بتنحصر في حالتين عندهم، طبعا ان يتم القبض على الشخص المشتبه به طبعا بدون امر قضائي، والحاله الثانيه لابد ان هو يصدر امر قضائي ولابد ان يكون هذا الامر القضائي مسببا. وطبعا ان زي ما احنا قلنا طبعا ان مدلول الداعي العام طبعا ما يعتبرش ده يعني بيختلف عن مدلول النيابه العامه في مصر. تمام؟ وان القاعده المقرره كانت لا يجوز القبض على الشخص الا اذا كانت الجريمه المتلبس بها طبعا جنايه، زي ما احنا قلنا ما اشترطش طبعا في الحاله دي ان تكون الجريمه متلبس بها وفقا لقوانين الولايات طبعا، ولا يحق لمامور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطه يعني القبض على شخص بغير اذن في حالات الجنح الا اذا كانت الجريمه ديت في حاله تلبس. يبقى المبدا الاساسي عنده المستقر عليه في القانون الامريكي ان هو يجوز لمامور الضبط القضائي ان يقوم بالقبض على الشخص المشتبه به اذا كانت جنايه. بالحاله دي اذا توفرت حاله من حالات التلبس. تمام؟ وبناء عليه بقى بتكون هنا سلطه القبض بتتوقف على وجود السبب المحتمل، وهي نظريه السبب المحتمل اللي هي موجوده في القانون الامريكي. والسبب ده طبعا بيفترض طبعا على اساس ان بيدل على احتمال طبعا ارتكاب الشخص المشتبه به طبعا لجريمه بيجوز القبض عليه فيها، اذا كان في هناك برضه بعض الامارات وبعض الوقائع اللي ظهرت على الشخص المشتبه به فيجوز في الحاله ديت لرجل الشرطه ان هو يقوم بالقبض على المتهم دون حاجه الى استصدار امر قضائي من الجهات المختصه، وده بيشترط ان تكون الحاله ديت جنايه. ولكن طبعا في بعض الجنح طبعا لا يشترط ان يجوز القبض عليه الا بغير اذن من الجهات المختصه وهي الجهات القضائيه طبعا. وطبعا زي ما احنا قلنا في خلال الدولات الشرط طبعا بيقوم مامور الضبط القضائي بدون امر طبعا في وجود حاله من حالات التلبس، وفي الحاله دي بيتم القبض على الجاني من خلال التحريات، وطبعا لابد ان هو يصدر على اذن من القاضي بالقبض، ودي طبعا الطريقه المعروفه في القانون الامريكي، وانه بيتم القبض على الشخص المشتبه به بموجب امر قضائي بيصدر من الجهات المختصه بالتحقيق زي القاضي المختص بالتحقيق. وقلنا ان القبض بيكون استنادا الى الامر القضائي لابد ان هو يكون في سبب محتمل يرى في مامور الضبط القضائي لكي يقوم بالقبض على المتهم استنادا لهذا السبب،
وللامر بالقبض وللقرار القضائي ده طبعا يشترط فيه وجود سبب محتمل، يعني توافر اساس كافي يعني لتبرير القبض على الشخص المشتبه به، وتوافر حاله من القبض المشروع بناء على حاله التلبس. وده اللي استقرت عليه المحكمه العليا الامريكيه واجازت تفتيش الشخص في حاله القبض عليه كاصل للقبض. تمام؟ وهنتكلم عن مدى جواز تفتيش الاجهزه الالكترونيه كاصل للقبض المشروع. يبقى اساس عندنا لابد من توافر سبب مشروع للقبض على المتهم، زي ما احنا قلنا عندنا في قاعده اساسيه موجوده في القانون الامريكي، وهي قاعده استبعاد الادله المتحصله بطرق غير مشروعه، ولابد ان يتم الحصول على الدليل بطريقه مشروعه او قانونيه. وفي حاله الحصول على الدليل بطريقه غير مشروعه وغير قانونيه من جهات التحقيق ضد المشتبه به، اللي هو من خلال برضو مراحل الدعوه الجنائيه، طبعا ده كان بناء على ان القانون الامريكي بيحمي مبدا الشرعيه الاجرائيه والحقوق والحريات الفرديه اللي بيقررها الدستور، وهي طبعا كانت بتبقى الضمان الاساسي لتطبيق مبدا الشرعيه الاجرائيه. طبعا ده كان بناء على القانون الجزائي الاجرائي، وكان بيتم لمحاربه التعسف او ممارسه غير مشروعه للقائم بالاجراء وهو مامور الضبط القضائي. وبناء عليه طبعا كان المحكمه الدستوريه العليا كانت ارسلت لنا بعض القواعد على اساس اذا توفرت الوقائع الموجبه للقبض المشروع جاز لمامور الضبط القضائي اللي هو رجل الشرطه ان يقوم بتفتيش الاشياء الموجوده بحوزه الشخص المشتبه به او المقبوض عليه. ولو طبقنا القاعده ديت على الاجهزه الرقميه زي الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي اللي هو بيقوم بحوزه المشتبه به، كان اثار جدل كبير في الفقه والقضاء الامريكي. تمام؟ فكان الفقه الامريكي كان طبعا في راي تقليدي طبعا ما كانش بيميز بين تفتيش الاشياء كاصل القبض الصحيح، ولكن كان بيجيز لرجل الشرطه ان هو يقوم بتفتيش حافظه النقود والمفردات الشخصيه واجندات العناوين على اساس ان طبعا ده دليل مادي يجوز لضابط الشرطه ان يقوم بتفتيش الاشياء الماديه، وده كان الاتجاه التقليدي في الفقه الامريكي طبعا. ولكن طبعا الفقه الحديث طبعا كان له راي اخر طبعا، واستند لوجهه اخرى كانت بتشترط توافر عقبتين في العلاقتين بتطبيق القواعد التقليديه طبعا على الهاتف المحمول. العقبه الاولى كانت بتؤدي من الناحيه الواقعيه الى زياده كبيره في نطاق التفتيش التالي للقبض، والحاله الثانيه كانت ان المعلومات المستخلصه من اجهزه الهاتف المحمول دي طبعا كانت مش موجوده من الناحيه الواقعيه في الجهاز، لان طبعا معظم الادله المستخلصه من الهاتف المحمول بتبقى موجوده على خوادم خارجيه، وكانت الخوادم دي متصله بالجهاز فالمعلومات دي بتبقى مش متصله بالجهاز نفسه. وطبعا بالنسبه للعقبه الاولى زي ما احنا قلنا ان الشخص المشتبه به يكون بحوزته بعض الادوات والاجندات والمفكرات طبعا، وفي الحاله دي بتقوم الاجهزه دي طبعا بتسجيل بعض الصور والاتصالات الخاصه، وزي ما احنا عارفين ان يمد تطبيق بقى القاعده التقليديه على التفتيش زي ما احنا قلنا على الهاتف المحمول. وفي الحاله دي كان بيخور رجال الشرطه الاطلاع على الهاتف المحمول زي الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي، وبناء عليه بيتم القبض على المتهم والاطلاع على الاجهزه الرقميه التي بحوزه المشتبه به. وده كان الاتجاه التقليدي اللي بيميز لمامور الضبط القضائي للاطلاع على محتويات الاجهزه الالكترونيه للشخص اللي مقبوض عليه والاطلاع على قاعده البيانات الخاصه بالجهاز. كانت العقبة الثانية بتصور بناء على تطبيق القواعد التقليدية في التفتيش طبعا على الهاتف المحمول، وان الفقه التقليدي كان بيرى ان تفتيش الاشياء الموجودة بحوزة المتهم دي على اصل القبض الصحيح طبعا الاشياء المادية كانت بتنصب على الاشياء المادية نفسها اللي هي محل التفتيش، زي مثلا زي ما احنا قلنا اللي هي المذكرات والمفكرة الخاصة بالشخص المشتبه به. وكان لابد ان هو يحدد ضابط الشرطه طبعا يا عم اذا كانت برضو المعلومات الموجوده بالهاتف دي تم تخزينها على الهاتف مباشره ام البيانات والمعلومات دي موجوده على الخوادم اللي هي البعيده اللي هي الخوادم الخارجيه طبعا، وده كان بيصير مشاكل كتير في العمل طبعا على اساس ان المعلومات دي بتبقى مخزنه خارج الهاتف المحمول ذات نفسه. تمام؟ وتطور بقى وجهه نظر القانون الامريكي زي ما احنا قلنا
تطور بقى القضايا الامريكي طبعا من الراي اللي احنا قلناه قبل كده، من الاتجاه التقليدي الى جواز تفتيش الهاتف المحمول كاصل القبض الصحيح، الى عدم جواز تفتيش الهاتف المحمول الى كاصل القبض الصحيح. تمام، الاتجاه التقليدي في القضايا الامريكي طبعا كان له 3 وجهات زي ما احنا قلنا، الوجهه التقليديه والوجهه اللي هي الوسط والاتجاه الثالث اللي هو كان بيرى عدم جواز تفتيش هاتف المحمول. تمام، وهنتكلم بقى عن الاتجاه التقليدي اللي هو كان بيجوز تفتيش هاتف المحمول كاصل للقبض الصحيح، وان المحكمه العليا ذات نفسها كانت بتضع ضوابط بتجيز لرجال الشرطه التفتيش بناء على القبض الصحيح والمشروع، واوجبت ان هو يجب ان يكون التفتيش في الحاله دي ان يكون حمايه لمامور الضبط ذات نفسه اللي هو ضابط الشرطه، وبيحافظ على الادله من التلف واخفاء الادله. وفي نفس الوقت طبعا بيكون المتهم واضع سلاح، طبعا ممكن يكون حط سلاح مثلا في مكتبه او على الترابيزه، وفي الحاله ديت يجوز لمامور الضبط القضائي ان هو يتحفظ على السلاح او الاداه اللي موجوده على الترابيزه، وده كان طبعا يجوز له حمايه لضابط الشرطه ذات نفسه. والمبدا ده كان مستقر في المحكمه العليا، وطبعا كان اثار بعض المشاكل طبعا مما تجاوز الاخذ في حاله تفتيش هاتف المحمول كقصد القبض، وان المحكمه في الحاله ديت كانت بتري بقى ان هو في الحاله ديت يجوز لمامور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطه يعني ان يقوم بتقدير الموقف، وفي الحاله ديت اذا كان الموقف ده في تهديد للضابط نفسه او في حاله خطر من ضياع الدليل او تلفه. وكان في قضيه مشهوره كانت في القضاء الامريكي، قضيه رايلي اللي هو المتهم ده كان اسمه ديفيد رايلي، وديفيد رايلي دوت كان بعض الضباط قام باستيقافه، وكان المتهم رايلي دوت كان يقوم بقياده السياره رخصه منتهيه الصلاحيه، وطبعا ده كان على اساس ان الرخصه منتهيه الصلاحيه ويجوز لمامور ضبط القضاء ان يقوم باستيقافه والتحفظ على السياره. وبالفعل قام مامور الضبط القضائي باقتياد المتهم رايلي، وفي نفس الوقت ضابط تاني قام باجراء تفتيش لمحتاج السياره، يعني في وقت معين تحفظ الضابط الاولاني على السياره والمتهم، وبعد ما تم انتقاله بقى للقسم الشرطه نفسه قام ضابط تاني بتفتيش محتويات السياره، واثناء التفتيش بقى عثر على سلاحين ناريين تحت غطاء السياره. وفي الحاله دي تم اتهام المتهم دوت بحيازه السلاح، وكان في نفس الوقت كان بعض الذخيره اللي موجوده في السلاح. وعرض الامر على الولايه وتم احاله المتهم وتم محاكمته على اساس ان هو كانت المتهم ولي دوت تربطه علاقه اجراميه ببعض المجرمين طبعا، وهو كان يعتبر زعيم العصابه، وبناء عليه في الحاله دي كان مامور الضبط القضائي قام بتفتيش الهاتف المحمول، وقام باتصال ببعض افراد العصابه، وتم احاله المتهم الى المحاكمه بناء على المعلومات المتحصله من الهاتف المحمول. وطبعا وجد برضه على الهاتف المحمول بعض الفيديوهات اللي يشتبه ان يقوم المتهم رايلي دوت القيام ببعض جرائم الشروع في القتل واطلاق عيره ناريه والاعتداء على بعض المره، وتم احاله المتهم وادين في القضيه دي طبعا، وطعن المتهم بالاستئناف في الحكم دوت، وبناء عليه المحكمه العليا لولايه كاليفورنيا طبعا قررت في الحكم ان التعديل الرابع للدستور طبعا يجيز تفتيش الهاتف المحمول كاصل القبض الصحيح بدون اذن تفتيش، وان الهاتف المحمول اللي كان في حيازه المتهم اللي مشتبه فيه وان هو تم الحصول عليه بطريق مشروع يعني. ولكن طبعا تم بقى نقض الحكم امام المحكمه العليا للولايات المتحده الامريكيه، وكان في راي بيتعارض مع الراي دوت، وان الحكم طبعا كان في خلاف، وكان يرى بطلان التفتيش بناء على الجهاز الالكتروني اللي هو الهاتف المحمول، وطبعا في الحاله دي تم الاطلاع على البيانات وتم استبعاد الادله زي ما احنا قلنا،
وفقا للقاعده الاصوليه اللي موجوده في القانون الامريكي، اللي هي كانت بترى وجوب استبعاد الادله المتحصله بطرق غير مشروعه. ومحكمه مقاطعه شمال كاليفورنيا طبعا كانت بترى لابد من توافر مصلحه محميه على اساس ان محتويات الذاكره اللي موجوده على يعني جهاز التليفون دوت كانت تعتبر واقعه ماديه للجهاز، وكانت تعتبر تاليه للقبض المشروع. وفي الحاله دي كانت بتعتبر محكمه مقاطعه شمال كاليفورنيا كانت دايره اخرى برضو حكمت بان الجهاز الهاتف المحمول لا يعامل معامله تجعله مختلفا عن حافظه النقود التي اخذت من الشخص ذات نفسه المشتبه به او المطلوب عنه. وكان في عندنا وضع بقى ضابط مستمد من قصر تفتيش الهاتف في حاله وجود صله بين التفتيش وبين الجريمه التي وقع من اجلها. المحكمه العليا الامريكيه ارصدت لنا مبدا بيتعلق بتفتيش السيارات المقبوض عليه، واجازت ان التفتيش كاصل القبض المشروع، وحددت لنا حالتين. الحاله الاولى اذا كان الشخص المشتبه به دوت قادر على الدخول في السياره، اي انه يكون يعني ان المتهم دوت يقدر على انه يتصل ماديا بالسياره، ومن مقتضيات الحفاظ على الادله والحاجه الى ضمان امن الضابط نفسه يبرر ان هو يقوم بتفتيش محتويات السياره. الحاله الثانيه اذا كان التفتيش دوت اجراء يعني لابد ان هو يؤكد وجود دليل اذا تم تفتيش السياره، ويتعلق بالجريمه اللي بيتم القبض من اجلها. تمام؟ والمحكمه العليا طبعا كانت قالت لنا ان التفتيش في الحاله الثانيه على السيارات طبعا ما يمتدش للهواتف المحموله، وان المحاكم على اختلاف انواعها كانت بتمد تطبيق المبدا دوت الى الهاتف المحمول اللي بحوز المشتبه به للتنقيب عن مدى وجود دليل. المحكمه الفدراليه الامريكيه استبعدت الادله على جرائم حيازه المخدر المتحصل عليها بناء على تفتيش الهاتف المقبوض عليه في سياره قائد سياره برخصه تم استيقافه، وبناء عليه تم استبعاد الدليل بناء على ان الدليل هنا كان متحصل بطريقه غير مشروعه. وكان بعض الفقه طبعا اثار بعض اسئله عن ماهيه الجرائم اللي بتجيز تفتيش الهاتف المحمول اللي بتؤدي لاختلاف في تركيبه. وكان طبعا على اساس ان بمقدور ضابط الشرطه طبعا في الحاله دي ان هو يقوم بتفتيش الهاتف المحمول بناء على السبب المعقول زي ما احنا قلنا اللي بيقوم دليل يتعلق بالجريمه ذات نفسها، سواء كان الدليل دوت هو عباره عن رساله موجوده على الهاتف المحمول، او طبعا سواء كان مثلا دخول على موقع من المواقع وتم تخزينه على الجهاز ذات نفسه. القضايا الامريكي طبعا اختلف مع بعض في شان الجرائم اللي بيجوز تفتيش الهاتف المحمول، وكانت بعض الدوائر الفدراليه زي ولايه نبراسكا كانت بترى ان حصول الضابط على امر بالقبض من اجل جريمه توزيع مواد مخدره يعني او الاشتراك فيها ما يبررش ان هو يقوم بتفتيش الهاتف المحمول للشخص المشتبه به الا اذا كان هناك دليلا يتعلق بالجريمه اللي تم القبض عليه من اجلها. المحكمه العليا كانت سببت على اساس ان لابد من احترام خصوصيه المتهم على محتويات هاتفه المحمول، وكان السبب الثاني على اساس ان الجريمه اللي تم القبض عليه وقعت قبل الاذن بشهور. وكان عندنا الاتجاه القائل بقى بعدم جواز تفتيش الاجهزه الالكترونيه المحموله المضبوطه بحاجز المتهم بناء على قبض صحيح. ودوت كان بناء على الاتجاه اللي كان بيرى الاخذ بالاتجاه الاول دوت، طبعا ان بعض المحاكم الولايات كانت بترى ان هي ما تاخدش بالاتجاه التقليدي اللي هو كان موجود في امريكا لفتره من الزمن، وتطور الامر بعد كده وعرض الامر بعد القضاء على ولايه في كاليفورنيا سنه 2007، وكانت القضيه تتلخص في ان صدر اذن بتفتيش اشخاص بيترددوا على احد المنازل يعني، وان التحريه كانت دلت على انهم بيقوموا بالاتجار في المخدرات، وكان تم صدور اذن بالقبض على المتهمين
وقام مأمور ضبط القضاء اللي هم رجال الشرطه بالقبض على عدد من المتهمين، وتم اصطحابهم بعد القبض عليهم من قسم الشرطه. وبعد فتره من الوقت برضه كانوا تحفظوا على الهواتف المحموله، وبناء عليه تم التحصل على الدليل من الهاتف المحمول بعد فتره. فمحكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا كانت قضت برضه باستبعاد الدليل المتحصل بناء على قيام رجال الشرطة بتفتيش الهاتف المحمول زي ما احنا قلنا. والمحكمة ذات نفسها كانت بررت الحكم دوت بناء على ان الهواتف النقالة الحديثة بتمتلك القدرة على تخزين قدر هائل من المعلومات الخاصة، وانه بيجب التعامل بصورة خاصة مع الهاتف المحمول على خلاف الاشياء الاخرى. وزي ما احنا شايفين من الحكم دوت كان في دعامتين اساسيين، كان بتقوم الدعامه الاولى على اساس الهاتف المحمول او الهاتف المحمول الحديث طبعا بيمتلك قدره على تخزين معلومات هائله، والدعامه الثانيه كانت بتقوم على اساس ان التفتيش لابد ان يكون صحيحا، ولابد ان يتزامن مع القبض ذات نفسه، والا يتراخى التفتيش الى ما بعد القبض بفتره، وعلى اساس يتم القبض صحيحا وتم بطريقه مشروعه وليس بطريقه غير مشروعه، لان القاعده الاساسيه المستقره في القانون الامريكي اللي هي قاعده استبعاد الادله المتحصله بطرق غير مشروعه او طرق غير قانونيه. وكانت وجهة المحكمة العليا في قضية وايري، كانت تتلخص الوقائع إن تم القبض على المتهم وايري وهو كان بيقوم بتوزيع المخدرات، وتم تحفظ رجال الضبط اللي هو ضابط الشرطة على هاتفين محمولين بعد القبض على المتهم وايري وكانوا بحوزته، ولكن الضابط طبعا أثناء العبث بالهاتفين والبحث عن أدلة كان بيشوف كان رقم دايم متسجل على الهاتف باسم منزلي، وكان الرقم دوت طبعا بيظهر على الشاشه لصوره امراه وتحمل طفل. في الحاله ديت يعني اشتبه مامور الضبط القضائي وقام بالاتصال بشبكه المعلومات، وان استطاع مامور الضبط القضائي او ضابط الشرطه ان هو يصل لمحل اقامه المراه السوداء اللي بتحمل الطفل طبعا، وفي الحاله ديت قام ب اتخاذ بالامر بمداهمه المنزل وتفتيش المنزل، وبالفعل تم تواجد المراه وتم التحفظ عليها، وبعد كده تم الحصول على اذن من بالتفتيش وتم التحفظ على مخدر الكوكايين، وكان معدل التداول وبعض الاسلحه الناريه في مسكن تلك المراه. وللمتهم كان دفع امام المحكمه الجنائيه باستبعاد الادله التي تم الحصول عليها من الشقه، كان استنادا الى ان تم بناء على التفتيش ده كان تم بناء على هاتفه المحمول دون اذن قضاء. المحكمه رفضت الدفع وكانت بترى ان التفتيش تدل للقبض، وكان ان المحكمه كانت لا ترى وجود اساس للتمييز بين تفتيش هاتف المحمول والمحتويات الشخصيه اللي بحوزه المتهم، وان التفتيش دوت بيتفق مع مبادئ الدستور الامريكي. وفي نفس الوقت المتهم كان طعن بالاستئناف، والدائره الاولى بمحكمه الاستئناف الاتحاديه كانت قبلت الدفع ببطلان الدليل المتحصل عليه من التفتيش اصر القبض، والغت الحكم المطعون عليه بالادانه. وفي نفس الوقت انقسم حكم بين محكمه الاستئناف بين مؤيد ومعارض لتطبيق القواعد التقليديه اللي اخرتها المحكمه في التفتيش التالي للقبض. والراي المعارض كان بيرى تطبيق القاعده على محتويات الهاتف المحمول، وكان في راي اخير بيرى ان الهاتف المحمول لا يتماثل مع الاغراض او الادوات اللي هي موجوده بحوزه المتهم. وكان عندنا قضيه برضو مشهوره اسمها قضيه رايلي في الولايات المتحده الامريكيه، وكانت وقائع القضيه بتتلخص في ان المتهم رايلي دوت كان على اساسه تم تفتيش الهاتف المحمول، وبناء على هذا التفتيش تم التحصل على ادله استخلصت من الهاتف المحمول، وما كانش في صله بين الجريمه اللي تم القبض على المتهم منها. تمام. وأينت محكمه الاستئناف الحكم، وبناء عليه تم ادانه المتهم بناء على الادله اللي استخلصت من الهاتف المحمول. وهنتكلم بقى عن تحديد مناط الخلاف بين الحكم دوت والحكمين دول اصلا، او الحكم المنظور امام المحكمه العليا. كان في خلاف برضه بين الحكمين اللي احنا اتكلمنا عنهم بتاع وايري ورايلي، والقضيتين دول طبعا كانوا اثاروا بعض الاسئله على اساسها
هل تملك بقى سلطة الضبط بدون إذن التنقيب في المعلومات الرقمية للهاتف المحمول بالشخص المشتبه به اللي تم القبض عليه، وهل تطبق القواعد التقليدية من جواز تفتيش اللاحق بقى للقبض على الهاتف المحمول؟ تمام. وكانت المحكمة العليا في القضيتين دول بتاع وايري ورايلي، كانت المحكمة العليا كانت قالت لنا إن لابد المحكمة تفسر العبارات ديت اللي هي وردت في التعديل الرابع من الدستور الامريكي، على اساس ان الدستور كان بيضمن الحق في حرمه الحياه من التفتيش او الضبط غير المبرر. ده كان نص صريح في الدستور الامريكي في التعديل الرابع، وكان بيرى يعني عدم معقوليه سبب التفتيش على اساس ان التعديل الرابع في الدستور طبعا ما كانش يرى ان الضبط والتفتيش التلين القبض مبررين يعني، ولا يجوز في الحاله ديت ان يتم اجراءهم بدون امر قضائي. وكان الامر في الحاله ديت ان المحكمه العليا كانت رات مدى توافر ضابط التفتيش اللاحق يعني للقبض، واللي استقر عليه قضائها، واللي كان بيتطلب وجود خطر على الشخص المامور بالضبط، وكان في سبب من خشيه من فقدان الدليل. وزي ما احنا شايفين كده ان كان في بعض الاحكام اللي صدرت بناء عليها زي قضية روبنسون، وكانت بيمتد تطبيقه على محتويات الهاتف المحمول، وإن المحكمة كانت بترى في أسباب الحكم بتاعها إن المحكمة تبنت قاعدة جواز التفتيش كأثر للقبض طبعا، ودي كانت قضية مشهورة، وإنه لابد إن إحنا يعني معظم الناس طبعا بتحمي الاشياء، والاشياء دي لا تحتوي على ادله ماديه، ولكن بتحتوي على بعض البيانات الغير ملموسه، زي ما احنا عارفين ان طبيعه الهاتف المحمول كانت لابد ان احنا نميز بين تفتيش الهاتف المحمول وخضوع من القاعده التقليديه للقبض. وبناء عليه يبقى احنا كده هنتكلم عن الحالات اللي بيجوز فيها ضبط الهاتف دون تفتيش، وده استثناء من القاعده المقررة في القانون الأمريكي من عدم جواز تفتيش الهاتف المحمول على إصر القبض يعني. تمام. وزي ما احنا قلنا المحكمة العليا ما أجازتش تفتيش الهاتف كأصل القبض على المتهم، وما كانش بيتعامل الهاتف المحمول زي غيره من الأجهزة الأخرى يعني اللي بيتم ضبطها بحوزة المتهم، وكانت بتعامل الأشياء العادية اللي بيجوز تفتيشها على إصر القبض المشروع. وإن المحكمة الأمريكية طبعا أوجبت أن يتم صدور أمر من القاضي، ولابد أن الأمر دوت يكون بمراعاة الضوابط اللي نص عليها التعديل الرابع من الدستور الأمريكي. وكان هناك حالات بيجوز فيها تفتيش الهاتف على الرغم من عدم صدور الأمر القضائي طبعا، ويتم التفتيش برضاء صاحب الشأن يعني إذا قام الشخص المشتبه به أو المتهم أو الجاني طبعا بتقديم الهاتف المحمول لضابط الشرطة، ففي الحالة دي بيكون التفتيش صحيح والتحصل على الدليل تم بطريق مشروع، وفي الحالة دي إن القضاء بيعتد بمشروعية الدليل المتحصل من الجاني بطريقة مشروعة بناء على رضاء الجاني بتفتيش هاتفه المحمول، ودي برضو هنلاقيها برضو في القانون الألماني. وكده يبقى احنا خلصنا الحالات اللي بيجوز فيها ضبط الهاتف المحمول دون تفتيشه في القانون الأمريكي، وإن شاء الله هنتحدث عن القانون الألماني في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.